مصر النهاردة بنحلم لبكرة. اهلا بحضراتكم. سؤال الاسبوع الماضي كان بيقول اين اقيمت بطوله كاس العالم لكره القدم عام 1958؟ الاجابه الصحيحه كانت رقم 3 وهي السويد، وفاز معانا الاستاذ بليغ حمدي محمد احمد من الاسكندريه. اهلا بحضرتك يا استاذ بليغ. اهلا وسهلا بحضرتك، الف مبروك 5000. انا بشكرك جدا. حضرتك متابع لكاس العالم؟ أوكي. تتمنى مين اللي يكسب؟ يعني انا بحب البرازيل طبعا. البرازيل أكيد. انا كمان مع البرازيل. بشكر حضرتك جدا وشكرا ليك. مشاهدينا فاصل سريع ونبتدي حالا مع حضراتكم فقره مساجين السلع المعمره.